إيه اللي بيسعد الإنسان؟ فسألوا الناس إيه اللي بيسعد الإنسان؟ فمعظم الناس قالت الفلوس، وجزء تاني قال القوة والسلطة، وجزء تاني قال الشهرة. اكتشفوا إن السعادة هي في الجيفينج، العطاء. العطاء مش إن أنا أمشي معاه 1,000,000 جنيه كل شوية هوزع فلوس أنا كده بعطي، لأ، العطاء إني أبتسم في وشك دايماً، إني أكون صدري رحب. I have a generous spirit. الحاجات البسيطة اللي هي موجودة عندنا في الدين الإسلامي.